منذ باللون كله على المدرس أو المعلم. في حالة من الحالات يجي أبي يقول له إيدك إلك، لأن يدري بابنه، خلو يقول وكح، أكو طفل يعني بطبيعة نشأته أو تربيته تلقى هو وكح، شو يقولون وكح نار وشرار على قولة أهلنا يعني، بس هو مو مبرر، لكن أكو طريقة يبعد عنه مرة مرتين. هنا هذه الحالة وين نحولها إلى أولياء الأمور أم للمعلم؟ لكن بكل الحالات أي مبرر للطفل بأن يكون وكح ما ينضرب. وهي توجيهاتكم مثل ما تحدثت السحر الشريفي. يعني أنا أعتقد المعلم له تأثير إيجابي ومباشر على الأطفال، خصوصا خلينا نبدأ بالمراحل الابتدائية الأولى. يعني يمكن أكو فرق، يعني بعض الأحيان يجون يقولون لنا يابا وجهوا أولادنا، يعني أنا كنت أفتر فترة الامتحانات أقول لهم يعني باكر أجي اللي ما متريق راح أشوف، وفعلا اليوم الثاني اللي أجي ألقيهم كلهم متريقين. طيب. المعلم إلا في التأثير ترى يختلف عن الآباء. أو أنا أقول يمكن فترة كورونا كانوا قبل يحجون عن المعلمين للأمانة ويحجون عن المدرسين، لكن مو صار التعليم الإلكتروني وبالبيت العالم شافت معاناة بتدريس أولادهم بالمدرسة. يعني كل واحد، إحنا كلنا عندنا اثنين وثلاثة بالبيت، صعب جدا تعليمهم. في حين نقول الله يساعد المعلم بالبيت. تقصد بالبيت؟ بالبيت. شوف المعلم إيش قد يبذل جهد بتربيته، بمراقبته، بإرشاده، بتوجيهه، من يلقي صف بيه 50 و60 طالب. فكل التحية لكل المعلمين، وخصوصا المراحل الأولى الابتدائية، هذول ما يتكررون صدر عاد. يعني البعض من عندهم يطلعون تقاعد يقولون دكتور ممكن تمدد لنا حتى نبقى ويل. أكو فد علاقة بين المراحل الابتدائية الأولى. نقصد بأنه فترة كورونا هي وضحت بأنه ما يعاني المعلم بتدريس أو تربية أطفالنا؟ بالتأكيد. للعوائل؟ بالتأكيد. طيب، هل العنف اللفظي والجسدي في بعض المدارس هذا شنو انعكاسه يعني اقتصادي نفسي عند المعلم برأيك؟ والله إذا تريد أشرح لك يعني شرد أقول لك يعني نحكي بصراحة. بصراحة اقتصادي، اجتماعي، أمني، نفسي، عشائري، مناطقي، قومي، حزبي، كل هاي إحنا شو كت ما تدري يعني جانب استقرار البلد أمنيا واقتصاديا يعكس بشكل إيجابي. هذه الأسباب كلها اللي هي تعتبر زادت من حالات العنف طلابنا في المدارس. بالتأكيد. طيب هذه الجنب خصوصا الأسرة. يعني أنا يمكن ستوقع تتفق وياي، خلينا نشوف حالات الطلاق وحالات المشاكل اللي صير بين الأزواج. لا الطلاق يراد لا أحل قولة يعني حلقتين أدنى حلقة إلى قريبا. هذا مؤثر ازداد وأسبابه ومسبباته. أعتذر روحي بهذا الفاصل. أوكي. اليوم الفواصل صار 2 مليون لكن